تتجه أنظار عشاق كرة السلة المصرية نحو صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية لمتابعة مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة دور المرتبط بين الأهلي وسبورتينج في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم. ونجح رجال الأهلي في بلوغ دور نصف نهائي دور المرتبط بعدما نجحوا في تخطي الأدوار التمهيدية للبطولة بالفوز في كافة المواجهات التي خاضها الأهلي على حساب فرق الزهور وطنطا وطلائع الجيش بالعلامة الكاملة دون خسارة تذكر، ليضرب نسور القلعة الحمراء موعداً مع فريق جزيرة الورد ليتمكن فريقنا من مواصلة انتصاراته والفوز في مواجهتي الذهاب والعودة، ليصطدم الأهلي بمنافسه التقليدي الزمالك في ديربي قوي لحساب منافسات دور ربع النهائي. ونجح أبناء القلعة الحمراء في تحقيق الفوز في موقعة الذهاب بنتيجة 91-68، وهو الفوز الذي جعله يخوض مواجهة الإياب بأريحية بعدما ضمن الوصول إلى دور نصف النهائي. فقرر الجهاز الفني منح راحة للعديد من العناصر الرئيسية في التشكيل، فجاءت الهزيمة الأولى بنتيجة 61-58. وبالنظر لنتائج فريق شباب 16 سنة فنجدها لم تختلف كثيرا عن نتائج الفريق الأول بعدما نجحوا في تحقيق العلامة الكاملة بجدارة واستحقاق، ونجحوا في تحقيق الفوز على الزمالك ذهابا وإيابا. ويتطلع الجهاز الفني بقيادة الكابتن أشرف توفيق لتعويض العناصر الغائبة عن تشكيلة الفريق في لقاء الليلة، والتي تمثل قوة ضاربة ممثلة في إيهاب أمين وعمر الجندي وعبد الفضيل إبراهيم الذين يغيبون بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا. ولكن كعادة أبناء النادي الأهلي الذين يرفعون شعار الأهلي بمن حضر لتحقيق انتصار على حساب سبورتينج يقربه من بلوغ الدور النهائي على الرغم من الغيابات والسعي بقوة نحو استعادة اللقب الغائب عن دولاب بطولات القلعة الحمراء في مستهل موسم يتوقع كافة المتابعين بأن يحصد فيه رجال سلة الأهلي العديد من الألقاب والبطولات.